متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناة أنا السو في هذه الحلقة الخاصة اللي غادي تضحكوا فيها مزيان مجددا على حضيرة الجزائر، وتحديدا ما يسمى بالقوات الخاصة ديال الجيش حضيرة الجزائر. دابا شوفوا معايا المنطق ديال الحضيرة كيفاش داير. دابا البحر باغي نديروا ليه افتتاح ديال البحر، افتتاح ديال الشواطئ. نعم، في حضيرة الجزائر البحر كيديروا ليه الافتتاح، لكن شوفوا المصيبة اللي كحلها، جايبين قوات خاصة ديال الجيش باش يديروا عروض باش يفتتحوا البحر. اش دخل البحر في القوات الخاصة ديال الجيش؟ الله أعلم. المنطق ديال حضيرة الجزائر، في حضيرة الجزائر لا تستغربوا، كل شيء ممكن. لكن اللي غادي نضحكوا عليه هنا متابعينا الكرام وهو المهزلة ديال العروض. هادشي اللي غادي تشوفوا متابعينا الكرام كارثي غبي مستوى عباد الله، لا علاقة له بالمجال العسكري لا من قريب ولا من بعيد. ما غاديش نطول عليكم بزاف متابعينا الكرام، غادي نبداو ونشوفوا هاد الكارثة ديال العروض اللي داروها بمناسبة افتتاح البحر. شوفوا معايا مزيان. اشنو هو هادشي بعد؟ الله اعلم اشنو كيديروا هنا، الله اعلم. قوات خاصة هادو. وهنا سوف اقف، هنا سوف اقف. شوف عباد الله، شوف دابا انا بغيت نفهم هذا علاش مفيزي بالبيستولي ديالو، فين كيشوف؟ بغيت نعرف هذا فين كيشوف. قال لك قوات خاصة، لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا عاود فين كيشوف؟ اشنو هادشي؟ الله اعلم اشنو هادشي. القوات الخاصة ديال القوات الضاربة، ديال الجيش القوات الضاربة، شنو هادشي؟ هادشي راه لا علاقة له بالمجال العسكري لا من قريب ولا من بعيد. شنو هاد المصيبة هادي؟ شنو هاد الكارثة؟ زيد كمل. هذا شوفوا هنا، شوفوا خونا تعكل. شوفوا كيفاش غادي ينوض. شوفوا، بلات نعاود لكم اللقطة. شوفوا عباد الله القوات الخاصة، خونا ما عرفش ينوض. شنو هذا؟ دابا هذا مستوى ديال القوات الخاصة. قوات خاصة وتجيب وتقد تتدحرج على الأرض، هذه القوات الخاصة بالنسبة لمفهوم الفقر والكرغولي. شوفوا دابا العروض ديال الدفاع عن النفس كيفاش دايرة، شوفوا مزيان. شنو هو هادشي دابا؟ هذا شنو هو هادشي؟ أنت شنو هو هادشي؟ شنو هو هادشي؟ خونا كيتقلب على طهرو، قوات خاصة. بهدلو بالاسم ديال القوات الخاصة. شوفوا عباد الله، شوف شنو هادشي؟ تو شنو هذا؟ كسال، جالس كيكسل فيه. وصيبك على تشني واجي. اقول يا شني واجي، شي حد يفسر لينا هادشي. والناس كتصفاق. خونا داير ليه هكا بلا مينوط، داير ليه يديه مورا ظهرو بلا مينوط. ولكن انا لما فاش نفهم. شوف خونا جا دفعو، غادي في حالاته جا خونا كسلو. ها كسلو. دابا تخيلوا معايا متابعينا الكرام، هادو قوات خاصه في الجيش ديال القوات الضاربه، الجيش ديال حضيره الجزائر دوله النفط والغاز. تا شنو هاد المصيبه؟ شهاد الكارثه؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا دابا راه في الشو شو شوفوا التفتيش شوفوا التفتيش شوفوا التفتيش شوفوا التفتيش. يا رب باش يتصور مع هذا القوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فنون الدفاع عن النفس كاين فقط في حضارة الجزائر. دابا هذا شنو دار؟ أنا بغيت نفهم هذا شنو دار؟ واش كتصلي العصر؟ واش كتصلي المغرب؟ واش شنو المعنى ديال هذا الشيء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله العظيم إلا بهدلوه بشي حاجة سميتها قوات خاص، بهدلوه بالاسم ديال القوات خاص. تا شنو هو هادشي؟ شنو هو هذا؟ هذا واش عروض ديال المهرجين ديال السيرك؟ السيرك ولا ما فهمتش. شنو هادشي عباد الله؟ شنو هادشي؟ والله العظيم انا تصدمت. شنو هادشي؟ وقبيله كنكسلو. كيكسل فيه. زعما لا حول ولا قوة إلا بالله، صافي شنو هادشي الله أعلم. شنو داير دابا؟ أنا بغيت نفهم شنو داير، بغيت نفهم شنو داير. ما بغيت نفهم شنو داير انا. لا حول ولا قوة الا بالله. خوتي انا غادي نعتزل، غادي نعتزل شي حاجه سميتها المجال العسكري، مابقاش ندوي فيه كاع. WWE. لا حول ولا قوه الا بالله. دابا تخيلوا معايا عباد الله هذه القوات الخاصه ديال القوه الضاربه، ولكن انا اللي عجبتني هذه اللقطه هذه ما يمكنش. والله ما عرفت واش نعلق. والله ما عرفت ما نقول. وصيبك على فهذه هي القوات الضاربه اخوتي. هذه هو الجيش ديال حضيرات الجزائر. اش غادي ندير؟ قوات خاصه ديال جيش حضيرات الجزائر. انتم ما شفتوا المستوى الكارثي والتهريجي والفانتازي والفانكوشي وكل شيء. تخيلوا معايا هذا جيش 2023، قوات خاصه في 2023 مازال كيديروا هاد العروض البهلوانيه المضحكه المثيره للسخريه اللي ما عندها حتى منطق عسكري. تحاول تخرج منها شي منطق عسكري ولا منطق امني ولا منطق ديال القوات الخاصه ما تقدرش، لانه ما كاينش منطق اصلا. ف نخلي لكم التعليقات، لانه الصراحه انا موقع عندي ما نعلق. نخلي لكم التعليقات على هاد المصيبه الكحله. اراكم في فيديو قادم، والى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.